دقيقة إخبارية من الأردن اليوم، أهلا بكم. إخلاء مدرسة في الطفيلة وتعليق الدوام بسبب تشققات وتصدعات. نقيب تجار الألبسة والأقمشة يكشف عن توقعات بانخفاض أسعار الملابس لموسم الشتاء الحالي. صرف مستحقات الطلبة الحاصلين على منح في كليات البلقاء التطبيقية. الأردن العاشر دوليا بمستوى شعور السكان بالأمان. الأردنية الأولى محليا وضمن فئة 401 إلى 450 عالميا. مباراتان في الأسبوع قبل الأخير من دور المحترفين غدا. اتحاد كرة السلة يستبعد الوحدات من دور كرة السلة. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الأردن.com.